السلام عليكم، انا خالد شعبان، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الداتا ساينس او علم البيانات. بمجرد ان انت تسمع عن علم البيانات داتا ساينس، داتا يعني بيانات يعني اكواد يعني برمجه، وكمان علم يعني معامل ومختبر لكن الموضوع مش صعب زي ما انت فاكر. الموضوع بمجرد ان انت تجمع بيانات وتفهم الموضوع وتاخد نظره عامه عن الموضوع هتلاقي الموضوع سهل جدا، الموضوع مش صعب زي ما انت فاكر. لكن لو انت ما عندكش اي معلومات عن الموضوع هتحس ان الموضوع صعب وكبير. موضوع ان شاء الله سهل بمجرد ما نعرف ايه هو وازاي نستخدمه وازاي نستخدم علم البيانات بالشكل المثالي. اول اسئلة قبل ما مجرد ما ندخل على علم البيانات او الداتا ساينس، اسأل نفسي مجموعة اسئلة: هل علم البيانات مناسب ليا، او هل انا مؤهل ان انا اتعلم علم البيانات او اكون ادخل في المجال علم البيانات؟ هنعرف مع بعض اجابة الاسئلة دي مع بعض. هنتكلم عن أهمية علم البيانات، وهنتكلم كمان عن أقسامه، وهل علم البيانات من المهن الجيدة للاستكشاف، وكمان هنعرف ليه الداتا ساينس مهمة. وما تنساش ان الخبراء الحاليين في اي مجال كانوا في الاول مبتدئين، يعني اتعلموا ابتدوا من الاول، بس لو استصعبوا الموضوع ما كانوش هيدخلوا المجال وما كانوش هيلاقوا فرصتهم فيه ومجالهم فيه وما كانوش هيدخلوا المجال اللي بيحبوه. لكن لو انت حابب مجال علم البيانات وبتحب التعامل معها الموضوع هيكون سهل، مفيش فيه اي صعوبة. وكمان هنعرف ايه هي افضل 5 مجالات موجودة داخل الداتا ساينس، وكمان هنعرف الفرق بين الداتا اناليتكس والداتا اناليسيس، وكمان هنتكلم عن الليرنينج ماشين والبيزنس انتليجنس، وكمان هنعرف نستخدم الداتا موديلنج وغيرها كتير من الادوات اللي هنستخدمها داخل الداتا ساينس. وكمان علم البيانات بيكبر بشكل كبير جدا ومتسارع، لان معظم الشركات والمؤسسات سواء الحكومية او غير الحكومية بتستخدمه في تحليل البيانات واستخدام البيانات الخاصة بها، لان ده بيساعدها في التطوير وتعزيز عمليات سواء عمليات البيع والشراء وكمان عملية الاسواق والتوزيع. وكمان مش بس الشركات بتستخدم الداتا ساينس في تحليل البيانات، لا ده كمان المتسابقين بيستخدموا الداتا دي في مساعدتهم في الفوز سواء في المسابقات او في السباقات الخاصة. وكمان شركات الاعلانات بتستخدمها في توزيع الاعلانات وعرض الاعلان المناسب على الشخص المناسب. يعني على سبيل المثال انت دخلت على المتصفح وبحثت مثلا عن شيء معين، مثلا عن كاميرا او عن نظارة او عن لابتوب او عن اي حاجة من الادوات اللي بتستخدمها، هتدخل مثلا على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي او موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، هتدخل عليه اول اعلان هيجي لك عن حاجة انت بحثت عنها في موقع تاني. الشركات دي بتستخدم البيانات اللي عندها علشان تعرض افضل مبيع عندها للشخص المناسب، عشان تقدر تستخدم الالجوريثم اللي عندها في عرض الاعلان المناسب للشخص المناسب. وده اللي بيستخدمه معظم شركات الاعلانات، اللي هو بيستخدم الداتا افضل استخدام علشان يقدر يسوق ويبيع منتجاته بالطريقة المثالية. كل الحاجات دي مش بتيجي صدفة، ده استخدام امثل للبيانات وتحليلها. الملخص العام ان الداتا ساينس بيستخدم في المساهمة والمساعدة في نجاح معظم الشركات سواء الصناعية وغير الصناعية في كل المجالات تقريبا ابتدت تستخدم علم البيانات علشان يقدر يساعدها في انجاح العمليات وتعزيز نسب المبيعات الخاصة بكل الشركات. وهدف الداتا ساينس ان هو بيستخرج المعلومات المفيدة من بيانات كتيرة جدا منظمة وغير منظمة ويطلع منها معلومات مفيدة. وعلم البيانات بيتضمن 5 مراحل للوصول لانه يكون علم بيانات. اول حاجة طرح السؤال. طرح السؤال لازم تعرف انت عايز ايه من الداتا اللي عندك. هتدخل على مجموعة الداتا عندك انت عايز تعمل فيها ايه، عايز تستفيد منها ايه في الاخر. لازم تكون عارف انت هتعمل ايه بالديتا اللي عندك. تاني حاجة وهي تجمع البيانات، لازم تكون عارف انت هتجمع البيانات منين. انا اول حاجة طرحت السؤال انا محتاج الديتا في ايه، تاني حاجة اعرف اجمع البيانات اللي عندي ازاي، تالت حاجة ازاي انقح ونقي وابتدي اعمل معالجة للبيانات اللي عندي، ايه هي الطريقة اللي هقدر اعالج بيها وطريقة معالجتها علشان اقدر اوصل للبيانات للشكل المثالي علشان ادخل على المرحلة
الرابعة. المرحلة الرابعة اللي هي ايه؟ تحليل البيانات. المرحلة الرابعة اللي هي تحليل البيانات علشان اقدر استخلص البيانات واقدر اطلعها بشكل مثالي. عندي مليون ريكورد من البيانات، هستفيد منه في ايه؟ تحليل البيانات هو اللي هيطلع لي الشكل النهائي للبيانات او الشكل قبل النهائي للبيانات. بيقدر يقسم لي سواء لاقسام او لمناطق او لبلدان او على اشكال معينة، ايه هي المناطق الاكثر مبيعا، ايه هي المناطق اللي اقل مبيعا علشان ابتدي اركز عليها، ابتدي احدد الاسعار اللي فيها، هل فئة الاشخاص اللي موجودة في منطقة معينة عشان ابتدي اعرض المنتج عليهم، عرض مثلا المنتج في الريف غير عرض المنتج في المدن، عرض المنتج في منطقة معينة غير عرض المنتج في منطقة اخرى. ده تحليل للبيانات هيقدر تشكل البيانات بالطريقة المناسبة لي. المرحلة الخامسة والاخيرة وهي الفيجواليزيشن او طريقة عرض البيانات اللي عندك. انت كديتا ساينتست بتعرض البيانات ازاي؟ بتستفيد بها ازاي؟ لازم اعرض بياناتي للمسؤول او هعرض بياناتي للسوق او هعرض بياناتي على شكل معين. هل هي كلها بتتعرض كارقام ولا نقدر نعرضها على هيئة صور؟ ايه اللي يجذب نظر اللي هيشوف البيانات للداتا اللي انا هعرضها؟ ده الفيجواليزيشن اللي انا بعرض بيه الداتا بتاعتي. وده فيه من الادوات الكتيرة اللي بنقدر نستخدمها في كل مجالات. يعني لو انت راجل بتستخدم الاكسل مثلا ومش بتستخدم البرمجة ومش بتستخدم الاكواد، هل انا اكون عندي القدرة ان انا استخدم علم البيانات؟ ايوه انت عندك القدرة ان انت تستخدم علم البيانات وتوصل بيه للمراحل النهائية. ليه؟ لان الاكسل فيه من الادوات دي اللي بتساعدك ان انت توصل للمراحل النهائية في فيجواليزيشن وفي الباور كويري اللي انت بتجمع بيه البيانات، والباور كويري كمان اللي انت بتقدر تعالج بيه البيانات، وكمان البيفوت تيبل اللي انت بتقدر تحلل بيه البيانات. مش بس كده، احنا هنعرف كل الادوات اللي نقدر نستخدم بيها ونعالج بيها البيانات على كل الادوات المستخدمة. دي المراحل الخمسة اللي بنستخدمها او اللي بيرتكز عليها علم البيانات. في المواضيع الفيديو القادمة ان شاء الله هنتكلم عن مجموعة ادوات او مجموعة حاجات مهمة جدا. اولها الحصول على البيانات، وتاني حاجة اعداد البيانات، تالت حاجة تحليل البيانات الاستكشافية، الديتا موديلينج. هندخل على الجزء اللي بعد كده والجزء المهم وهو اقسام الديتا ساينس. اقسام الديتا ساينس هتفترق وهتختلف من حاجة لحاجة. دخلت مثلا في ناس هتعرض لك اقسام علم البيانات على انها مثلا الماثماتكس والاناليتكس والجبر والاحصاء وحاجات مختلفة كتير، وناس هتعرضها على ان هي الاناليسيز والبيزنس انتليجنت والذكاء الاصطناعي والبروجرامينج وي. احنا هنبسط الموضوع ده علشان نعرض لك ايه اللي انت محتاجه واللي انت محتاج توصله في الديتا ساينس. اول قسم من الاقسام دي وهو الديتا اناليسيز غني عن التعريف بالملخص العام، لكن هنعرف بعد كده ازاي نستخدمه، وهيكون في مجموعة كاملة من الديتا اناليسيز اللي هنقدر نستخدمها. الحاجة التانية من او القسم التاني من الخاص بالديتا ساينس وهو الديتا اناليتكس وهي احصائيات، وهيكون في فيديو شامل وكامل عن الفرق بين الديتا اناليسيز والديتا اناليتكس وهي الاقسام والمراحل اللي بنستخدمها في الديتا اناليسيز علشان تكون البيانات. وهديك دلوقتي لمحة خفيفة عن مراحل تحليل البيانات. تحليل البيانات تقريبا بيبقى عبارة عن اربع مراحل. تحليل البيانات الديتا اناليسيز بيركز على فحص البيانات المتاحة واستخدامها من خلال استخدام تقنيات الاحصاء والتحليل الكمي والكيفي. الليرنينج ماشين، الليرنينج ماشين ده بيركز على ايه؟ بيركز على تطوير نماذج وبرامج بتساعد على التعلم الذاتي او التطوير الذاتي واتخاذ القرارات بناء على الداتا اللي انت هتعطيها للنموذج او للماشين اللي انت هتستخدم البيانات دي. وكمان هنركز على التخزين وإدارة البيانات، وكمان هنعرف تصور البيانات او الداتا فيجواليزيشن. هنعرف ازاي ان الأداة دي بتحول الداتا او مجموعة بيانات كبيرة على هيئة صورة سهلة الفهم وسهل الاستخدام وسهل ان انت تعرض البيانات بشكل مفهوم وجذابة وتساعد على فهم البيانات بشكل افضل واتخاذ القرار الافضل. وكمان هنعرف البيج داتا اناليتكس او تحليل البيانات الكبيرة. هنركز على استخدام التقنيات اللي بتسهل علينا استخدام او استخراج البيانات المفيدة من بيانات كبيرة جدا، هنعرف نستخدمها بشكل مثالي وبشكل واضح. هنتكلم دلوقتي عن جزء مهم جدا وهو المهام الأساسية لعالم
البيانات، ايه هي الاساسيات اللي هنستخدمها فيه، وازاي يساعدني او ازاي تساعدني البيانات اللي عندي في تطوير الاعمال. اول حاجه التنبؤ بالقيم او التنبؤ بالحاجات اللي هتحصل بعد كده بناء على داتا قديمه موجوده عندي. يعني مثلا تقدر تتنبأ بالارباح، تتنبأ بالمكاسب الشركه في حته معينه، التنبؤ بعدد المستخدمين مثلا او عدد المشتركين. اشترك معانا في الفيديو دلوقتي علشان توصلك الفيديوهات اللي جايه وقت ما ننزلها على طول ان شاء الله. التنبؤ مثلا بعدد مشتركين في تطبيق جديد، او عدد اي حاجه تتنبأ بيها بناء على داتا قديمه موجوده عندك. عمليات التصنيف او كلاسيفيكيشن، يعني مثلا انت بتصنف حاجات معينه زي في البريد الالكتروني كده، انت بتصنف الرسائل اللي موجوده عندك انها هامه او انها غير مرغوب فيها، او تحول الرسائل دي للانريد، تحول الرسائل دي مثلا لخاصه بجروب معين. ده الحاجات دي اسمها كلاسيفيكيشن، تقدر بناء على معطيات وداتا عندك ان انت تصنف البيانات دي على ان هي شيء معين تقدر تستخدمه بناء على داتا قديمه عندك. انت بتقدر تصنف البيانات الجديده. الحاجه الثالثه بعد كده وهي بناء انظمه توصيه او recommendation systems. يعني مثلا لما تشتري منتج معين من على موقع معين، بتلاحظ ان بيجي لك recommendation كده بحاجة معينة مشابهة للحاجة اللي انت اشتريتها. زي مثلا بحثت عن حاجة معينة، بتلاقي recommendation ظهرت لك بنفس الحاجة اللي انت بحثت عليها. دي انظمة توصية بتنشأ بناء على داتا قديمة عندك بيقدر تعمل بيها التوصية. يعني بناء على بحثك او شراء لمنتج معين، انت ظهر لك توصية بالمنتجات اللي موجودة او المنتجات اللي ظهرت لك دلوقتي. كمان انظمة التوصية مثلا اللي موجودة في الافلام والاعلانات. يعني مثلا انت دخلت على نتفليكس مثلا او على اليوتيوب بتبحث على فيديو معين، هتلاقي توصية ظهرت لك بحاجات وافلام مشابهة بالحاجات اللي انت بحثت عليها. والحاجة اللي بعد كده وهي التحليل الاستكشافي للبيانات، exploratory data analysis. ودي بنعرفها ازاي او بنتعرف عليها ازاي؟ بنعمل بعض عمليات التحليل البيانات او الاستكشاف على البيانات علشان نعرف طبيعتها وايه الخصائص اللي موجودة فيها وكانت منين وجات ليه. فده بنستكشف البيانات عشان بنعرف ايه البيانات وايه اللي فيها، وهل فيها اخطاء، وهل محتاجة معالجات، وهل محتاجة تتراجع. كل ده عملية استكشاف للبيانات. والحاجة الخامسة اللي بعد كده وهي قياس جودة أداء الخوارزميات. يعني مثلا في خوارزميات في اليوتيوب، خوارزميات في المتصفحات، خوارزميات حاجات في البرمجة. كل ده بنعرف وهنتعرف عليه من خلال المهام الأساسية للديتا ساينس. الجزء اللي بعد كده وهي مراحل عملية علم البيانات او الداتا ساينس. اول حاجه علشان استكشف موضوع معين لازم احصل على البيانات الخاصه بيه علشان اقدر استكشفه واقدر اعرف ايه هي الماهيه بتاعته او ايه الظروف اللي اتولدت فيها البيانات دي او المشكله اللي انا عايز احلها. تاني حاجه معالجه البيانات وتصحيحها وتحسينها او تنقيحها لو هي محتاجة تضاف لها حاجة أو محتاجة تطور فيها بأي شيء، وكمان هتحتاج تعالجها من الأخطاء اللي ممكن تقابلك فيما بعد. والحاجة التالتة زي ما قلناها قبل كده التحليل الاستكشافي، إن أنا بلقي نظرة على البيانات بستكشف طبيعتها إيه علشان أعرف إزاي أستخدمها فيما بعد في الداتا أناليس. الحاجة الرابعة بعد كده وهي بناء وتطوير الخوارزميات، إن أنا ببني نموذج معين علشان يسهل عليا سواء هستخدم خوارزميات معينة أو بناء نموذج تطويري معين علشان يساعدني في أن أنا أحصل على النتائج من النموذج ده. الحاجة الخامسة وهي عرض النتائج على أصحاب القرار. زي ما قلنا في طريقتين لعرض البيانات بعد تحليلها، أن أنت تعرضها على هيئة أرقام نهائية وملخصات، أو أن أنت تعرضها على هيئة صور ونماذج زي البيانات أو التشارت، أو ان انت تعرضها على هيئة نماذج معينة دي اسمها visualization. دي بيستخدمها مثلا زي برنامج تابلو او برنامج الباور بي اي. دي من البرامج اللي بتسهل عليه ان انت تعمل تصور للداتا اللي عندك. ومن ضمن الحاجات اللي هنعرفها او الحاجات النماذج اللي انت محتاج تعرفها، اول حاجة مهمة وخاصة بعلم البيانات اكتشاف وفهم البيانات. هفترض انا عندي ثلاث حاجات من البيانات اللي موجودة عندي. اول حاجة البيانات، ايه هي الحاجة الخاصة بالبيانات؟ هفترض انا عندي مجموعة بيانات هطلع منها ثلاث نتائج. اول حاجة هطلع منها بيانات، ثاني حاجة هطلع منها تحليلات، ثالث حاجة هطلع منها
انسايت او رؤى او مفاهيم معينه. اول حاجه البيانات، على سبيل المثال عندي بيانات معينه، هقول ان البيانات دي المفيد منها ايه، ان تطبيق معين تم استخدامه من 5000 شخص. تاني حاجه التحليلات، ازاي اطلع تحليلات من البيانات اللي عندي دي. من التحليلات دي انا من ال 5000 شخص انا محتاج اعرف كام شخص منهم استخدم البيانات من خلال الموبايل مثلا الايفون او الاندرويد. ده الجزء الثاني الخاص بالتحليلات. الجزء الرابع الخاص بالانسايت، الرؤى، ايه اللي انا استفدت منه ان عدد اقل من اللي بيستخدموا التطبيق ده هم اقل شراء للمنتج بنسبه 40% مثلا. ده الانسايت اللي انا فهمته من الموضوع. عندي داتا، عملت لها تحليلات، خرجت بانسايت معين. ده استكشاف وفهم للداتا اللي عندك. لازم تكون على درايه بالداتا اللي عندك بالثلاث نماذج، داتا analysis insights. وصلنا للجزء الخاص بالأسئلة زي ما طرحناها في أول الفيديو. السؤال بيقول هل علم البيانات مناسب ليا؟ أول حاجة زي ما قلنا ما ننساش إن كل خبير كان في الأول مبتدئ، إن أي شخص واصل دلوقتي لمرحلة كويسة جدا في علم البيانات هو كان في الأول مبتدئ، بس هو زي ما قلنا اشتغل على نفسه، طور من نفسه، حب الموضوع، اجتهد فيه، وصل اللي هو عايزه، وده اللي انت هتكون عليه لو صممت اللي انت عايزه ان انت تتعلم الحاجات المهمة دي. السؤال اللي بعد كده هو ايه هي فرصة عالم البيانات او داتا ساينتست في سوق العمل؟ اول حاجة الطلب على المتخصصين في سوق العمل في الوقت الحالي كبير جدا، نظرا زي ما احنا قلنا اهمية علم البيانات بالنسبة للشركات، بالنسبة للتطوير. فاصبح سوق العمل في الجزء ده او داتا ساينس مهم جدا، نظرا لان المجال ده نادر جدا والمتخصصين فيه قليلين جدا، فسوق العمل بيطلب الداتا ساينتست فيه بشكل كبير جدا. والسؤال الثالث، ايه هي مؤهلات اللي لازم تتوفر في عالم البيانات علشان يكون عالم بيانات او يدخل مجال علم البيانات؟ هي المؤهلات اللي لازم تكون موجوده هي خاصه بثلاث حاجات، الادوكيشن والسكيلز والسيرتيفيكيشن. الادوكيشن يفضل ان انت تكون متخصص بحاجه خاصه بعلم الحاسوب او علم الحاسب الالي او حاجه خاصة بالتجارة او المجال ده، يفضل ان انت تكون لو انت حابب تتعمق. بس في حالة ان انت مش عندك المؤهلات دي، ده مش معناه ان انت ما تخشش المجال. احنا بنقول يفضل ان انت تكون عندك المؤهلات دي، هتساعدك طبعا، هيكون عندك الاكسبيرينس القديمة او الحاجات اللي اتعلمتها خاصة بالمجال ده، هتسهل عليك المفاهيم اللي هتدخل بيها. لكن لو انت عندك الخبرة الكافية ومش عندك المؤهل ده، تدخل المجال وتتعلم، واكيد انت طالما عندك الخبرة هتكمل فيه بشكل احترافي، والارادة اللي عندك هتفرق معاك بشكل كبير. اول حاجة السكيلز، يكون عندك سكيلز خاصة بالكمبيوتر، حاجة خاصة بالديتا، خاصة بالاكسل، بتجميع البيانات، بالديتا عموما، يكون عندك خبرة بيها عشان هتسهل عليك المفاهيم بمجرد ما تستخدمها. بنفس الموضوع زي ما قلنا في الادوكيشنز او المؤهل اللي عندك، ان انت يكون عندك خبرة كافية تساعدك ان انت تكمل او تسهل عليك الموضوع. نفس الحاجة برضو لو انت ما عندكش اكسبيرينس بيها او ما عندكش خبرة او سكيلز قديمة، هتقدر تكمل برضو، بس هتبتدي وهتشتغل على نفسك شوية. السيرتيفيكيشن طبعا الشهادات والحاجات موجودة بشكل كبير جدا، لو انت حابب تاخد كورسات وحاجات معينة هتلاقيها موجودة. الانترنت دلوقتي موجود فيه كل حاجة انت محتاج تتعلمها. ولو انت محتاج تكمل معانا، احنا ابتدينا وان شاء الله هنكمل مع بعض، هنكمل كل الاقسام الخاصة بالديتا ساينس. احنا ابتدينا رحلة كبيرة جدا بس ابتديناها وهنكملها مع بعض. ما تنساش تتابعنا علشان تقدر تكمل معانا الرحلة الممتعة الخاصة بالديتا ساينس. وزي ما قلنا ان شاء الله في مرحلة قادمة هنوضح الفروقات بين الديتا اناليسز والديتا اناليتكس وكل اقسامه، هنتكلم عن جزء مهم جدا. بس زي ما وضحت في الاول، نظرا لان معظم المتعلمين بيبقوا شايفين ان الديتا ساينس جزء خاص بتحليل البيانات وجزء خاص بالبيزنس انتليجنس بشكل كبير، فاحنا هيكون ابتدائنا للكورس هيكون حاجات خاصة بالاناليتكس والاناليسيس والبيزنس انتليجنس. ده هيكون الاقسام الاولى اللي هنبتدي بيها، وهنكمل مع بعض الحاجات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، هنعرف نكملها مع بعض، والديتا انجينير والليرنينج ماشين. اشوفكم في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.